حسين تعليقك على الموضوع، يعني مليار الا 60 مبلغ خيالي يمكن يسوي له مشروع ضخم او عملاق، بالتالي اليوم شفنا يعني اليوم سوء تخطيط وسوء اداره من الموضوع. ليش ماكو رقابه بعد ما انجز المشروع او خلال يعني انجاز المشروع؟ ليش ماكو رقابه؟ ليش ماكو محاسبه؟ وين راح هذه المليار و60 الا 60؟ احنا نتحدث هنا يعني الاخ ذكر قبل قليل المفروض الشركات الحكوميه تاخذ دورها. خل عزيز الشركات الحكوميه ايش بقت؟ عندنا شركه اشور اللي هي تابعه للطرق والجسور، باعوها الجماعه بالمزايده. كل الشركات موقعين تابعات للشركه في محافظه بابل، لشركه اشور الحكوميه اللي هي اقدم شركه منذ تاسيس الدوله العراقيه، تم بيع مواقعها. زين؟ هاي شركه حكوميه تابعه للطرق ومديريه الطرق والجسور في محافظه بابل. هسه بس بالاسم موجوده شركه اشور للطرق والجسور. هذا جانب، الجانب الاخر اليوم احنا ذكرنا قبل قليل اكو تهاون مع المقاولين والشركات الاهليه من مدراء الدوائر المعنيه، سواء مدير طرق والجسور، سواء مدير دائره المهندس المقيم، سواء من مدير بلديه، واعلى الهرم المحافظ. هذا الاربعه ذولا اكو تهاون جاي يصير مع المقاول. اضافه لذلك فترة الإحالة، اليوم من يجيش أو الشركة يقدم على مشروع معين ماكو تحليل حقيقي للشركة، وتعال جيب لي السي في مالتك، واريد أشوف الخطاب الضمان اللي عندك بالمصرف، واريد أشوف الأعمال المماثلة. لا لا، ما عندنا هاي، يعني هاي الخطوات الإدارية والمهنية والفنية هاي ما عندنا، اختفت. ليش؟ يوم المسؤول يجي باوع عجيبة ثقيل، هذا المقاول جيبه ثقيل، يعطي نسبه زينه امشي له المشروع، ما يعطي ما امشي له. هذا الواقع اللي تعيش، هذه المشاريع هذا واقعها، هذا مشاريع محافظه بابل. ليش متفاجئين؟ احنا هاي نتائج متوقعه لفشل الادارات المتعاقبه والحاليه على محافظه بابل. اضافه لذلك ننوه على قضيه اللي هي دور نواب محافظة بابل. زين. بابل يعني حققت تغيير ملموس في على مستوى النيابي. في مدينة الحلة ما يقارب 8 نواب مستقلين صعدوا، بين مستقلين وبين حركات ناشئة. ذولا الثمانية يعني دورهم وين من هاي القضايا؟ مو المفروض الجانب الرقابي والنائب دوره تشريعي رقابي؟ المفروض الجانب الرقابي يقع على عاتقه متابعه المشاريع، مو انا المواطن اطلع اصرح واصور وانشر واقول يابا هاي اكو مشكله هنا واكو خطا هنا. لا، انا مواطن بجوز هسه اطلع من هنا يجون يحطون طلقه براسي ويقتلون المتنفذين، اما انت النائب عندك الحصانه البرلمانيه، عندك المسؤوليه اللي تحاملها واللي انتخبك الشعب عليها. جانب الرقابه اروح ادور المشاريع، اروح افتر بدوائر الدوله واشوف بعين المشاكل والاخطاء، ما انتظر المواطن يوصيني. يعني احنا تعبنا من المناشدات وتعبنا من ان نظل نتظاهر ونطالب ونناشد، الى متى؟ يمتى النائب ياخذ دوره؟ يمتى المحافظ ياخذ دوره؟ يمتى مدير الدائره ياخذ دوره؟ شنو احنا مدير دائره الطرق والجسور صار له 13 سنه بالمنصب، شنو اللي يقدمه؟ شنو اللي يقدمه خلال هاي 13 عام؟ ما شنو اللي يقدمه؟ مشاريع فاشله، مشاريع متلكئه. هاي احنا اليوم عندنا اكثر من مشروع واقف في محافظه بابل، عندنا مشروع شارع 100 المفروض يتم المباشره به، مشروع شارع 80 لحد الان ما كمل، عندنا هواي مشاريع هاي كلها تابعه للطرق والجسور، اضافه هاي عندي هسه مشروع مدخل حله ديوانيه من قريه الغليس الى نادر. هذا مسافة 4 كيلوات 3 كيلوات، هذا المشروع من 2013 ولغاية اللحظة، اليوم احنا بال 2022 وما كمل المشروع. حسين، المشكلة اليوم يعني أي شخص يمر للمحافظات المجاورة لبابل، يعني هي بابل يوم محطة لقلب المحافظات، بالتالي يوم معقول يكون هيك واقعها، واقع يعني اليوم مناطقها وقراها؟
شوف سيدتي العزيزة، احنا الحل موجود، لكن هذا الحل على قولة تهنى يريد لناس تكون افعال، مو بس مجرد خطابات وتصريحات. اليوم محافظة بابل الحال، احنا مشخصين المشكلة وعندنا الحل. المشكلة سولفنا بها، المشكلة انه اكو فشل واكو فساد، الفشل اداري والفساد هو بسبب وجود شخصيات فاسدة تعمل لاجندات وتعمل لاحزاب ولميليشيات، تمام؟ ما اكو مشكلة هنا. الحل اليوم بابل غيرت يا ناس، بابل غيرت على مستوى النواب وغيرت محافظ. هذا محافظ بابل الجديد صار له شهر، السيد علي وعد علاوي، واحنا امهلناه 4 أشهر وقلنا يا علي وعد روح اعمل، بما انك غير محسوب على جهه حزبيه وتدعي الاستقلاليه روح اعمل، والمواطن هو حزبك والشارع هو حزبك، روح اجري تغييرات على مستوى مدراء الدوائر. مدراء الدوائر نايمين ماخذين الدوائر سر قفليه، وحولوا دوائر الدوله من دوائر مؤسساتيه مهنيه الى دكاكين اقتصاديه للاحزاب والميليشيات.